السلام عليكم ورحمه الله الاخوان. هذه الحلقه غادي تكون هي النهايه ديال التحدي ديال 30 يوم. خليكم معايا، غادي نديروا ملخص لكاع الايام اللي فاتوا. هنايا كنت كنوريكم الجسم ديالي النهار الاول، نهار 3/6 في شهر 9/2022. كنت عبرت راسي في الميزان هنايا وكانت فيا كما كتشوفوا 46 كيلو وشي حاجه. غنشوفوا واش كاين شي تغيير ولا ما كاينش. النهار الاول درت مجموعه ديال التمارين اللي قطعت فيها اللحم وخديت الماكلة ديالي والدوش ديالي، وهذا الشيء غادي يتكرر في كاع الايام. وشاركت معكم حتى الماكلة اللي كنستعملها باش نزيد في الوزن. هنايا كما كتشوفوا دخلت في الاسبوع الثاني من التحدي، اليوم 10. استمريت في التمارين ديالي كيف العاده وحسيت بتحسن، ما بقيتش كنحس بداك العياء اللي كان فيا في الاول. يعني الجسم ديالي بدا كيولف هاد التمارين. هاد التمارين ديال الضغط ما كنتش كنقدر نكمل حتى 10 12، كيجوني قاصحين، ولكن وليت كنقد اليوم. وباش ما ننساش حاجه ضروريه، خصنا ديما نشربوا الماء. الماء شي حاجه اساسيه، القليله تشرب 2 لترونس ما فاش تكون كتريلي تكون قدام قريعه ديال الماء باش الجسم ديالك يعوض الماء اللي كيمشي لك. بالنسبه للانطريمون، غادي يجيو ايامات اللي غادي تمرض فيهم ولا غادي تعيا فيهم وتعجز تمشي تريني، ولكن انت ما تحبش. هنايا ما كنعرفوا لا مرض لا يا لا والو، ما كاين غا لونطريمون. انا ما كنديهاش في النتائج ولا انه يكون عندي عضلات ولا خصني نوصل لذاك الكيلويات اللي بغيت، مقد ما انا كنركز على استمراريه في التمارين ديالي. بركه عليا غنعراق وندوش ونحس بديك الراحه اللي كتحس بها من بعد التمارين. هنايا الاسبوع الثالث تقريبا من التحدي، 20/9/2022. فانا حاولت نجمع لكم كل شيء في 4 دقائق 5 دقائق كاع ما نفوتهاش. فهنايا كنزرب الحركات وكنحاول الفيديو يكون قصير باش هكا المشاهد ما يملش. اليوم درست اكثر من 20 يوم. واخيرا وصلنا اليوم 30 من التحدي، وهو اخر نهار غادي نتريني فيه. فغنشوفوا النتيجه واش وصلنا لداكشي اللي كنا باغيين في الزياده ديال الكيلويات، نقارنوا بين الفورما ديال 6/9 والفورما ديال 6/10 ونشوفوا واش كاين شي تغيير ولا لا. فخليكم معايا في هذا الفيديو باش نوريكم داكشي اللي كاين. المره الاولى كنت 46 كيلو فاصله شي حاجه، دابا حنا كنعبروا بنفس الميزان قريبه 50 كيلو 49 وشي حاجه. اش بان لكم الاخوان؟ نتوما اللي غادي تحكموا واش كاين تغيير ونجح ليا التحدي ولا ما كاينش تغيير والتحدي ما نجحش. نتوما قولوا لي في التعليقات. كنشكركم على المشاهده.